صباح الخير من جديد، تحياتنا لكل المشاهدين. لازلنا نتحدث عن الصحة استكمالا لموضوع زميلتي لان عطيات اللي كانت تحكي عن موضوع تغذوي. أيضا في هذه الفقرة رح نحكي عن موضوع له يمس الصحة بشكل مباشر، سلامة الإنسان، سلامة الشباب. رح نحكي عن حملة بطلقها مجموعة من المختصين لها علاقة بالهرمونات والمنشطات، حملة شباب ضد الهرمون. بطبيعة الحال يجب أن نكون جميعا ضد ما هو مسيء للصحة وما يدمر الصحة، وإحنا بنشد على أيدي كل شخص يعني بيعمل حملة تستهدف بالنهاية الصحة والسلامة العامة لشبابنا ولفتياتنا وللمجتمع بشكل عام. اليوم معنا دكتورة رودينا بطارسة، وهي مطلقة هذه الحملة ومشرفة عليها. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيك، كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير جميعا. الله يسعدك، وإن شاء الله بتضل كل أيامنا خير وبعيدة عن كل ما يمس الصحة. يا رب يا رب. وهذا بجوز الحملة اللي أنتم مطلقينها لها علاقة مباشرة، مش بجوز، أكيد يعني لها علاقة مباشرة بصحة الإنسان، لأنه في تجاوزات صارت وفي أخطار يعني لحقت ببعض المستخدمي الهرمونات والمنشطات، فأكيد يعني مبرر هذه الحملة جاء نتيجة الاستخدام الخاطئ والآثار السلبية. تحكي لنا عن مبرر الحملة. في البداية سيدتي وجدنا أنه الموضوع أصبح يفوق كلمة تأثير على الصحة، وأدى للأسف إلى فقدان حياة. كان عندنا حالات نتجت حالات وفاة عن استخدام الخاطئ والاستخدام المفرط والغير المسؤول عن مواد تقع ضمن مفهوم عام اللي هو المنشطات. وكلمة منشطات للأسف كانت الرسالة اللي استخدموها من بسببها هاي مجموعة الشباب، إنه الحصول على جسم قوي والحصول على طاقة زائدة، وحتى للأسف طاقة مسخرة بطريقة سيئة تسيء للمجتمع بشكل عام اللي موجودين فيه. مجموعة من الشباب هدول بيرتادوا النوادي الرياضية بالذات المسؤولة عن بناء الأجسام والحصول على جسم قوي بعضلات مفتولة نتيجة في الحلمش، زي ما في هوس بالنحافة عند الفتيات، في هوس بالعضلات عند الشباب لإثارة إعجاب الفتيات أو للحصول على جسم قوي والفوز بمباريات أو بمسابقات وما إلى ذلك من الأفكار للأسف كلها خاطئة خاطئة جدا. كل هذا جاء نتيجة استخدام مواد، هاي المواد داخلة بطريقة غير قانونية على البلد، ومعظمها للأسف من النوعية الرديئة، ومنها بعض الهرمونات تستخدم للحيوانات مثل التستوستيرون اللي يستخدم لأحصنة السباق وغيره، أو الفيتامينات مثل الـ AD3. هذه كلها عبارة عن مواد تستخدم للتسمين الحيوانات، وإن كان الحصول على قوة مضاعفة في أحصنة السباقات. للأسف كان هناك تأثير نفسي من القائمين على هاي النوادي بهدف الحصول على الربح السريع. أغروا هدول الشباب باستخدام هاي المواد. وهون في نقطة كتير مهمة، إنه إحنا شبابنا مرات كتير للأسف وبيكونوا من الطبقة المثقفة، هدول اللي بيتجهوا للنوادي ما بيفكروا إنه أنا لما بنعرض علي أبرة أو بنعرض علي مشروب إنه إيش الآثار، إيش مكوناته، حتى هو ما بيفكر. فإحنا ارتئينا إنه إحنا بحاجة لهذا الموضوع بصورة ملحة، إنه نعمل توعية للشباب ونفس الوقت الأهالي وأولياء الأمور، إنه يا عمي لما بيروح ابنك على نادي رياضي بدي أعرف أنا إيش نوعية المواد اللي بتعطاها هذا الشاب، إيش نوعية التمارين، أو ليش فجأة ابني صار شكله اختلف، صار ضخم، صار عنده نفخ بالعضلات. منهم للأسف حتى بيستخدموا مواد الفيلرز زي السيليكون غيره، أيوة، بهدف النفخ هاي العضلات. طبعا الحملة بيقوم عليها مجموعة من الزملاء، إحنا كلنا بنشتغل في مجال الصحة. تمام. بحب أشكر كل القائمين على الحملة، وبحب أذكر بعض الأسامي وما يعتبوا علي الباقي. دكتورة أمل حداد، قبل ما نحكي يعني عن الحملة وين رايحة، كيف بلشت وكيف حتروح ومسارها، بس بدي أرجع لكم من نقطة حكيتها أأكد عليهم دكتورة رودينا. يعني أول شيء موضوع أنه الشباب المتعلمين، يعني كنا حكينا مع
ست هناء الكيلاني قبل فترة أنه الإنترنت موجود، يعني فيك الدواء اللي بتاخده أو المنشط اللي بتاخده على الأقل تبحث عنه زي ما بتبحث عن أي شيء له علاقة بدراستك بحياتك، بتقدر تبحث عن اسم هذا الدواء. بس لو فرضنا دكتور ردينا أنه هذه الأدوية تباع بليبلز يعني مضللة، خلينا مضللة، هل هذا موجود؟ يعني طبعا كيف بيبيعوها أصلا؟ طبعا موجود. في مؤسسات بتراقب بالنهاية طبعاً. هل تدخل بطريق الاحتيال مثلا؟ هلا احنا كيف بتم تداولها؟ بالأردن الحمد لله في عندنا جهات رقابية قوية، وعلى رأسها المؤسسة العامة للغذاء والدواء طبعاً. تقوم بالتفتيش والرقابة على كل ما يخص إن كان أدوية أو مضافات غذائية أو أي شيء له دخل بتناوله الإنسان طبعاً. من غذاء ودواء. لكن للأسف هاي المواد دخلت بصورة غير قانونية ودخلت تحت مسميات حكيت لك، في منها مواد تستخدم في مجال الحيوانات، وبالتالي هي دخلت كأدوية بيطرية أو فيتامينات ومنشطات وهرمونات بيطرية. هلأ اللي بدك تعرف فيه أنه هاي المواد رخيصة الثمن، يعني ممكن الشاب هذا يشتريها من مصروفه اليومي، مش بحاجة كمان أنه يروح، أي طبعا مغرية، مش بحاجة أنه يطلب من أهله فلوس علشان يشتريها. هاي أعطت فرصة للشباب اللي طلبة المدارس حتى اللي بتجهوا لهاي النوادي انهم يشتروها ومتوفرة، تأخدينيش حتى ممكن بالبسطات ممكن بأي مكان طبعاً. والجهات الرقابية عم تشتغل ليل ونهار، بس تعرفي هم عندهم اسلوبهم الهدف الربح السريع، عشان هيك هو زي الممنوعات يعني بيتم تداولها اظن زي الممنوعات يعني. هلا هو صاحب النادي هدفه الوصول لاكبر شريحة ممكنة من هدول الشباب، عشان هيك بيستخدم اساليب الاغراء واساليب انه كيف انا حتى انسي هذا الشاب انه يسال شو هاي الماده باعتبار انها يعني اقول له في الشاب اللي قبلها شوف كيف صارت صحته، شوف كيف كذا، بورجي صور. في طرق للاغراء اكيد كثيره واكيد كبيره، وعشان هيك احنا بنرجع بناكد انه بدنا ننتبه على اولادنا طبعاً. اذا لاحظنا اي تغيير مفاجئ في اجسامهم، اذا لاحظنا انه هذا الشاب لما بيروح على النادي ممكن يصيبه كمان ارهاق، هي إلها كثير آثار جانبية قد تأتي على المدى الطويل، مش مباشرة من أول ما يبلش يتعاطاها، لكن شو اللي بصير؟ بتضخم جسمه، بتغير الفورم تبعه حتى. حتى هاي ممكن ناخدها، يعني ممكن نشتغل على البعد النفسي، يعني مش طبعاً مجال حديثنا طبعاً. ولكن دائما بنقول خلي أولادنا يكون عندهم ثقة بأنفسهم، يقبلوا شكلهم كيف ما كان. يعني في أولاد بجوز حبتهم قليلة، ما تضلهاش الام مثلا بدك تنصح، لازم تنصح شوف ابن الجيران شوف كذا، لازم تطول لازم تربي، او مثلا عندها ولد سمين قليلا، يعني مش ضروري الواحد ضل يحط افكار عند اولاده انتم يعني لازم يكون جسمكم مختلف عن اللي انتم فيه. فتعزيز الثقه عند الاولاد كمان هي مسؤوليه اهل، يعني بتصور انه الام والاب هم كثير مسؤولين عنها طبعا. وفي نقطه كثير مهمه اللي هي دور وسائل الاعلام، احنا وجودنا اليوم هو طبعاً جزء من التوعويه، والتوعوي اللي بخص أكبر شريحة ممكنة. أنا بشكر التلفزيون الأردني، بشكر حضرتك شخصي على اهتمامك بالموضوع اللي لازم الكل يشتغل عليه. إحنا وجدنا أنه مش بس هاي الحاجة فقط داخل الأردن، في دول أخرى مجاورة منها دول الخليج، وجدنا أنها مشكلة عامة، المشكلة موجودة. وإذا تابعتوا قبل فترة أعلنوا عن حالات وفيات في أحد لاعبي السكواش الكويتيين، توفى للأسف نتيجة استخدام المفرط لمشروبات الطاقة واللي هي جزء من المنشطات او اللي بتعطي اللي بنسميها احنا الوهم بقوه خارقه. يا حرام. وهذا للاسف بجوز لاهداف له علاقه بالتنشيط الجنسي مثلا او الرياضي شيء. او مش بس التنشيط الجنسي، تنشيط جنسي رياضي قوه وهم. ايه بدهم يصيروا السوبرمان، بدهم يصيروا السوبرمان، وبده يصير هو الدونجوان واللي طبعاً الناس كلها تحكي عنه. شوفوا عضلاته المفتوحه. بشوف في احيانا بعض نماذج شباب يعني يكون وجهه اصفر، يا حرام، تعبان مبين عليه تحت عيونه اسود، قالوا عضلاته كبار يعني، ومبين عليك انك انت تعبان يعني مش مظبوطه صح، مبين انه سودو هذا الحكي في شيء صحي يعني، بلا هالسكس باكس وبلا هالباي وتراي وما بعرف شو. خليك انت كلك صحتك كويسه، وبالنهايه بتكون مستفيد اكثر يعني بموضوع انك تكون يعني بصحه جيده وقوي ونشيط وما الى ذلك. الحمله اذا ست ردينا في هذا الاتجاه، من هم المسؤولين عن هذه الحالة؟ بس المسؤولين حكيت لك احنا مجموعة من الصبايا والشباب، ارتقينا انه هاي الحاجة اصبحت ملحة، وحبينا انه نعمل طريقة مختلفة لتوصيل هاي الرسالة. ما راح بتعرفي موضوع المحاضرات وموضوع الحكي الناس بتمله، بوصلش للشباب تحديدا، ما بوصل بطريقة مناسبة انهم هم مش مستعدين كمان يسمعوا، بيقول لك خلص فكوا عنا بدكم تضلوا تعيدوا فوق
هلأ متجهين أنه نطلب من مجموعة من الشباب، وهدول الشباب راح تكون أعمارهم ما بين 18 ل 25، اللي هو عمر النمو وعمر العنفوان الشباب طبعاً. ريعان الشباب هدول، اللي خاصه انه وجدنا انه نسبه تقريبا 95% من المتجهين للنوادي الرياضيه هم من هاي الفئه العمريه. طلبنا انه يتجهوا لعنا يقدموا طلبات الشباب رح يتدربوا بنوادي اصلا مشهود لها كمان، يعني ذات سجل نظيف بالمخالفات الصحيه او الطبيه او حتى الامنيه وغيره. رح يقوموا هدول النوادي بتدريب هدول الشباب مده 6 أشهر، بعد ما يتخطوا كل مراحل التدريب رح يعملوا كومبيتيشن اللي هي مسابقه ما بينهم لرفع الاثقال والعرض. رح نقوم باستخدام يعني في شكل ترفيهي جاذب للموضوع، بالموضوع في شكل ترفيهي جاذب، رح يخضعوا كمان لفحص خلال الحمله، يعني ما رح نستثنيهم بخلو اجسامهم من اي منشطات والهرمونات او مشروبات طاقه. سؤال اخير لانه لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، المراكز المشبوهه خلينا نقول كيف يمكن ان نميزها؟ هل في دور للمؤسسات للافراد؟ طبعاً. يعني بنعرف في مطعم مثلا مخالف، انتم بالعاده مثلا في المؤسسه العامه للغذاء والدواء بيحطوا مخالفه يعني وبيشمعوه او كذا، يعني طبعاً. ما في هاي الاجراءات نفس الشيء، في اجراءات رادعه وفي اجراءات عقوبيه، عقوبات رادعه من كان اغلاقه او ايقافه عن العمل او تحويله للنائب العام واتخاذ الاجراءات القانونيه، لكن في نقطه ست سمر، هاي النوادي للأسف معظمها موجود بأماكن حتى الناس يعني مش كتير ممكن تكون ظاهرة للعيان، وممكن ما يحطش اسم نادي، عشان هيك هدول الشباب بينهم وبين بعض بيكونوا تسوية ولا كراج ولا أي مكان. فأنا بطلب من الجميع أي حدا بيشتبه في أي مكان يبلغ الجهات الرقابية، يبلغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء، يبلغ وزارة الصحة، يبلغ أي جهة رقابية بوجد إنه ممكن إنها هذا المكان. على الحملة في موقع الكتروني، الحملة في لنا موقع على الفيسبوك، وفي لنا موقع على بعنوان صفحتنا على الفيسبوك اسمها حملة شباب ضد الهرمون، موجود عليها طلبات الاشتراك بالحملة من قبل الشباب. وهون كمان خليني أشكر كل القائمين على الحملة، على رأسهم زملائنا دكتور إبراهيم الفاروق ودكتورة أمل حداد ومجموعة من الصبايا والشباب النشيطين، واللي كان انطلاق أصلا انتمائهم لهذا الوطن وحبهم لتقديم رسالة يعني صحية والحفاظ على شبابنا اللي هم عماد الوطن. احنا بتعرف في 70% من الأردن شباب، مجتمع فتي. ونشكر الـ كمان الـ انه ان شاء الله رح تكون في رعاية ملكية برعاية سمو ولي العهد للحملة، لانه هو راعي الشباب الاول سيدنا الله يطول عمره، فان شاء الله انها الحملة تكون ناجحة بمعيتكم. انا ايضا اتمنى ان شاء الله انه حملة شباب ضد الهرمون تكون حملة لها ثمار طيبة في حماية الشباب من هذه المساوئ اللي ذكرتينا إياها. دكتورة رودينا بطارسة شكرا جزيلا لك، كل التوفيق لكم، لكل القائمين على الحملة، الله يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا.